تم إحصاء على مستوى مثلا الخربة 396 منزل في الخانة الحمراء، 240 في الخانة البرتقالية 4. تم إحصاء على مستوى حي الأمل 87 في الخانة الحمراء، 22 بالنسبة للبرتقالية 4. تم إحصاء في ميلا القديمة 25 في الخانة الحمراء 5، في وسط المدينة 19 في الخانة الحمراء 5. وهذه العملية مستمرة غير منتهية لأن الظاهرة لم تنتهي بعد. كذلك وجدنا تجاوب وتعاون كبير من لدى المواطنين خاصة بالنسبة للمتضررين. كذلك تم فتح سجل على مستوى الدائرة وتوزيع مجموعة من الاستمارات لتسهيل عملية طلب المصالح التقنية للمعاينة الثانية والثالثة. قمنا حاليا بحجز الأشخاص المتضررين نهائيا، يعني اللي لهم في الروج. على مستوى حي الخريبة قمنا بحجز حوالي 427 ملف، يعني ممكن نقول ملف ماهوش أشخاص، ماهوش منازل، لأنه في المنزل كاين ممكن تلقى عدة عائلات. حنا حجز عندنا 427 متضرر ماهوش منزل، باش نفرق، عائلة ماهوش منازل. في حي الأمل عندنا 67 متضرر.